السيد الجاسمي، مكون المكونين في مجال سياقة العربيات والسلامة على الطرقات، ورئيس منظمة نقابية لمؤسسة التكوين في مجال سياقة العربيات. نحب نوضح للشعب التونسي وللعموم على الجدل اللي صاير توا ديريرمون على حكاية رخصة السياقة من صنف AA. أول حاجة حاب نوضح أنه رخصة السياقة هذه راهي قديمة مش جديدة، معناها كان حتى اللي عندهم برميات سنين التالي عشرات السنين كان يخزر للرخص السياقة نتاعو من تالي تو يلقى أنه الصنف هذايا موجود. الصنف هذايا يشار إليه بصنف كان يسمى AA توا ولا يسمى A1 توا ولا يسمى AA. الصنف هذا قديم لكن ما كانش مفعل. ايش معناه ما كانش مفعل؟ هو القانون موجود، بما انه الصنف موجود دونك هو واجب على مستعملي الدراجات الناريه الصغيره والمتوسطه انهم يتحصلوا على رخص السياقه الموجوده، وموجوده حتى في مجله الطرقات شروط الحصول عليه، سن الدنيا، كيفاش الامتحانات اللي يلزم يمروا بها للحصول على الرخصه هذه. الا انه السلطات ما كانتش معناها سيفير شويه، هاك علاش التفعيل وما كانش بالطريقه اللي لازمها تكون سنين التالي. وهذا هو الحكايه اللي كنت نحكيها، انه توا بالرجوع بشويه بشويه وبالاستناد الى المرصد الوطني والى النسب نتاع حوادث الطرقات والعربات المشاركه في حوادث الطرقات، معناها استنتجوا انه جل الحوادث الطرقات او النسبه الكبيره من حوادث الطرقات مشاركه فيها الصنف هذايا من العربيات اللي هما الدراجات الناريه الصغيره والمتوسطه. بالطبيعه كي باش نرجعوا نحكيوا على شنو الاسباب لمشاركه العربيات هذيا في الحوادث الطرقات، من الاسباب الرئيسيه هو انه السواق اللي قاعدين يستعملوا في العربيات هذوما ما همش متحصلين على رخص سياق، بالتالي ما عندهم حتى درايه بالقواعد الجولان اللي لازمها تطبق في الفضاء المروري. واحنا نعرفوا بالطبيعه اكسيدون سي معناه عبد ما احترمش قواعد الجولان او ما يعرفش جهه اللي قواعد الجولان، هاك علاش معناه كانت النسبه كبيره في مشاركه العربات هذيا في حوادث الطرقات. من هنا جت الدوله ووزاره النقل معناها فرضت تطبيق القانون هذا ابتداء من 2024 على الناس الكل. احنا نعرفوا باش نعطي بسطه صغيره على الصنف هذا، هو الصنف يسمح بسياقه العربات الدرجات الناريه الصغيره والمتوسطه. الصغيره والمتوسطه هي احنا نفرقوا بين الموتورات، يقول لك واحد يقول لك موتور كبير وواحد صغير وواحد فورزا، خاطر احنا العباد ثقافتها محدوده شويه في الامور هذه. الفورزا نسوقها، الفيسبا نسوقها، النيترو درا شنو يا ودي، راهو الموتورات رانا نقيسوهم بسعه الاستوانه بتاعها. الموتور الدراجه الناريه الصغيره هو حتى ال 50 سنتيمتر كيوب تعتبر دراجه ناريه صغيره. الدراجه الناريه المتوسطه هي من 50 حتى لل 125 سنتيمتر كيوب تعتبر دراجه ناريه متوسطه، والذات 3 و4 عجلات، هذوما هو الصنف اللي يسمح بسياقه العربيات هذوما. ابقى كيفاش الامتحان؟ الامتحان نتاع للحصول على الصنف هذا من رخص السياقه هو يتمثل في امتحان نظري اكاو، ما فيهش تطبيقي كيما الدراجات الناريه الكبيره. وانا قلت لكم حسب سعه الاستوانه من اكثر من 125، من اكثر من 125 سنتيمتر كيوب، وانت ماشي كنا احنا العرب عنا يقول لك الميل ودرا شنو ودرا شنو، هذوكم راهم دراجات ناريه كبيره ما همش معنيين بالشيء اللي نحكيو فيه. رانا نحكيو على دراجات ناريه صغيره ومتوسطه اللي سعه الاستوانه نتاعهم من 125 وانت راجع. دونك الحصول على رخصة السياقة من الصنف هذا تعدي كان امتحان نظري. الامتحان النظري هذا مش باش تمشي بطبيعة المؤسسة التكوين في مجال سياقة العربيات باش تقرا الكود بما يعبر عنه بالكود بالعامية، باش تمشي تعدي امتحان. الامتحان هذا فيه 25 سؤال، معناها بالتوريزم 30 سؤال، احنا نعرفوا نذكر بالتوريزم 30 سؤال تجيب 24 تنجح، هذوما 25 سؤال تجيب 20 تنجح. مي ال 20 ال 25 سؤال هذوما فيهم 20 سؤال معناها يهتم بقواعد الجولان
على الطرقات كما التوريزم والبلايك والاولويات والستوبات والاضواء والعقوبات اللي نقراوهم اون جينيرال في الـ في الـ في التوريزم. وعندك 5 سؤالات سبيسيفيك للموتور، معناها حاجات خاصه بالموتور كيما الخوضه كيما الاضواء اللي ما يلزمك تستعملهم في قواعد الجولان نتاع الدراجات هذوما اللي نحكيوا عليهم، الدراجات الناريه الصغيره والمتوسطه، الى جانب الوثائق اللي لازم تحملهم العربيات هذوما، الى جانب معناها قواعد الجولان نتاعهم، السرعه داخل مواطن العمران، معناها توسكي يهم الدراجات الناريه الصغيره والمتوسطه. هذا هو الامتحان. دونك الامتحان قلنا 25 سؤال، تجيب 20 اصحاح برمي هال 25 تنجح، لكن فما شرط، يلزمك الخمسه سؤالات اللي نتاع الموتور لازم ما تجيبش اقل من 4 اصحاح. هيك علاش هما مركزين على الموتور، باش انت تكون على درايه باهيه بالجانب نتاع الدراجات هذوما، الدراجات الناريه الصغيره والمتوسطه. دونك الخمسه سؤالات عندك الحق في غلطه واحده، دونك لازمك تجيب 4. دونك حسابيا 4 من 20، دونك يبقوا 16 من قواعد الجولان العامه. دونك تنجم تجيب 4 و16 مجموع يجيو 20 باش تنجم تنجح، والا تنجم تجيب 5 اصحاح وتنجم حتى تجيب اقل في الاخرين، تجيب 15 5 و15 20 تنجح. تنجم تجيب 24 23 اصحاح وتجيب غلطتين في الفك السبيسيفيك للموتور، راك ما تنجحش، رغم انه هاك جبت 23 ما تقوليش بعدك جبت 20 نجحت، لا، الشرط لازم 4 من الخمسه التابعين الموتور لازم تسجيل كيفهم كيفهم تجيب 4 ساعات التسجيل. لا، للدوله باش تشجع العباد على البرميت هذوما، حتى الفريم تاع التسجيل اقل شويه من الفريم تاع التوريزم. دونك هذا بالنسبه للامتحان يشمل الناس كلها، اسم الناس الكل بالطبيعه الشريحه صغيرة. احنا نعرفوا اللي في رخصه السياقه بالنسبه للتوريزم السن الدنيا هي 18 سنه، كانت 20 وبعدها هبطوها ل 18 سنه، بالنسبه للعربيه هذوما السن الدنيا حتى ل 16 سنه، لكن راه يلزم يكون متحصل على بطاقه التعريف لهنا بضمان ابوي، ولا ينجم يشوف حتى نعملوا له مطلب ولا كذا يهز للاداره، معناها كيما في الباسبور وكذا يعملوا له بطاقه التعريف هو عمره 16 سنه باش ينجم يتحصل. ولا سوام سي سيدهم، والله الاسوام الناس كنت تحكي على الاسوام، راه وقت اللي تبدا الروح في الاجتماع نتاعكم الاخيره وقت تبدا الحكايه متعلقه بارواح بشريه، باش نحكوا على الاسوام جمله، لكن نحكوا كمام. دونك الاسوام شنو هو؟ باش تعدي امتحان نظري بالطبيعه، انت مش توجه نحو مؤسسه التكوين في مجال سياقه العربيات، مش تقوم ثم فريم الاول باش تعمل به الترسيم من الاول، من بعد باش تبدا تقرا على روحك القرايه بالساعه، عندنا سوايع عندنا فريم معين للسوايع، وانت واش لازمك سوايع باش تحضر باش كي تمشي تعدي باش تنجح. وانا ديما راني نوصي ونقول راهو قدام الروح البشريه ما تبداش تحسب فيها سوايع. واحنا على ذكر كلام قلت لي احنا تلمينا ليزوتويكول في القروان وعملنا اجتماع البارح اللي هو لو 3 جانفي، وتحاورنا نحو الحكايه هذه، لانه الاغلبيه الشريحه اللي جونا هما لبياتنا والكبارات شويه واللي هما قاعدين يخدموا على الموتور يمشوا جوا، اكيد وبما انه مكسوب موتور دونك مش تكون اموره الماديه معنا والبيجي نتاعو متوسط. دونك اتفقنا على انه حتى الغلب حتى كل الوفقه نقولوا نحنا معنا لي فورفي راهي ممنوعه وتضرنا برشا، لكن قلنا نحاولوا كيفاش نعملوا فورفي معناها صحي تنسهلوا منا نشجعوا معناها العباد على الاقبال على رخصه السياقه هذه جوست باش يتعلم هو الكود وكذا ويعاوننا حتى في الطريق، ومن انه معناها انا ننشطوا احنا بطبيعتنا خدمتنا واللي هو داكوردو. هذا حاجه اخرى باللي انا نحب ناكد على حكايه انه عندنا مشكله احنا قبل حتى اللي عندهم موتورات يعرفوا هي حكايه الاسيرونس، يقول لك اسيرونس ما لقيتش اسيرونس، وانا مشيت لسوسه وانا مشيت درشنو ما لقيتش اسيرونس، رام لي اسيرونس بالقانون راهو اسيرونس ما تعترف كان بواحد عنده بيرمي، حتى انا نعرف نسوق ونسوق ونعمل اكسيدون ما عنديش بيرمي راه ما تستعرفليش الاسيرونس. هكا علاش الاسيرونس لقي مشكل انه سواق ما عندهمش رخصه سياقه مع بعد تعمل لهم اسيرونس، تعمل لهم اسيرونس على اساس شنو؟ دونك هكا علاش انا ادعو العباد الكل انها تعمل رخصه سياقه باش اول حاجه لازم اسيرونس ولا يتشجعوا انهم يعملوا لهم اسيرونس للموتور، وثاني حاجه انه باش حقه ما يضيعش اونكا داكسيدون ولا اللي يقدر باش يضمن حقوقه وحقوق عائلته.